اخر اخبار الكرة المصرية يا برنس، معانا شوية اخبار. ما اقولكش لازم تكمل الفيديو لغاية الاخر عشان اخبار نارية قسما بالله. رسميا يا برنس، فيوتشر بطل كاس الرابطة للمرة الاولى في تاريخه والبطولة الاولى في تاريخه بعد فوزه على غزل المحلة 5-1. الصراحة يا برنس فريق فيوتشر السنة دي فريق قوي جدا، وهينافس الاهلي والزمالك وبيراميدز على الدوري، كله يخلي باله. واخيرا الاسماعيلي يجيب بطوله، بس هي مش بطوله، هي ميداليه يا برنس. الاسماعيلي يحقق المركز الثالث في كاس الرابطه بعد ما كسب انبي بضربات الجزاء. دار ايه يا دراويش فينك؟ وفين برازيل مصر؟ راحت فين ديت؟ والمصري يتاهل لربع النهائي في كاس مصر يا برنس بعد ما كسب الشمال الدخان 1-0. المصري بعد ما مسكوا حسام حسن بقى شكل تاني. وعلي ماهر بعد ما كسب البطولة يا برنس يقول لك احنا النهارده هنفرح ولكن هنستعد بسرعة لمباراة الاهلي في الدوري. واحدة واحدة يا عم علي يا ماهر، الاهلي واقع اليومين دول. والاهلي واصل استعداداته لمباراة فيوتشر في حضور كابتن الخطيب يا برنس في التدريبات. فوقوا شوية يا رجالة، لا فيوتشر تاكلنا معاها، وتاو وميكيسوني يبدأوا في مرحلة التأهيل بتاعتهم، دول جايين يتعالجوا عندنا. فوقوا شوية انتوا كمان. الحمد لله يا برنس عبد القادر شارك النهارده في التدريبات طبيعي جدا بعد ما خف من الاصابه، محتاجينك يا عبد القادر فوق اليومين دول. والنصر السعودي يا برنس يحط على الترابيزه 19 مليون ريال عشان عاوز اليو جانج. لا 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 مش للبيع، طب لما نجيب حد تاني انتوا كده بتفضوا الفريق. وعمرو الدرديري كده بيتهيألي بيعلن عن اول صفقه لنادي الزمالك، ويقول لك رسميا جون ابوكا في الزمالك، يقول لك ده مهاجم ممتاز وقوي والليله ديت. اول صفقه ايه يا عم؟ وإدارة الزمالك توافق على عودة حمدي النقاص، ده اللي هرب رجعته تاني. والزمالك يواصل استعداداته لمباراة المقاولين في الدوري. وأحمد عيد بيقول لك أنا مصدوم وحزين بسبب تصرفات طارق حامد مع الزمالك، كل الزملكاوية زعلانين. وفي مشكلة كبيرة جدا في نادي بيراميدز بسبب شريف إكرامي، إن هو مش عاوز يقعد على الدكة، فراح الإدارة قالت له روح شوف لك عرض بالموسم الجاي. شفت عملت في نفسك إيه يا راجل؟ فوق بقى. ونادي اسوان يدخل في المفاوضات مع جونيور اجاييه. الله وحشتني يا ابو خالد، كنت فينك ترحمنا من ميكي.